البوربويل، اشمعنى البوربويل وقصته؟ البوربويل في شوية مواصفات مختلفة عن أنواع الماستفز الكتير. أي نوع ماستف عامة بيبقى فيه مشكلة كبيرة في الحوض، في الهيكل العظمي بتاعه، في الأمراض اللي ممكن بتجيله زي أمراض العيون، زي أمراض الغدة الدرقية، بعض السرطانات لا قدر الله. الأمور بتبقى في الحدود دي. ليه البوربويل بالذات بيبقى مختلف؟ مختلف لأن نسبة حدوث الحاجات دي بتبقى أقل، لأنه النوع مش منتشر بشكل كبير. في منظمات اعتمدته، في منظمات ما اعتمدتوش. الـ FCI ليها فروع كتير، في فروع للـ FCI اعتمدته وفي فروع لسه ما اعتمدتوش. الـ FCI انجلترا مثلا معتمداه، الـ FCI هولندا وبلجيكا لسه ما اعتمدوهوش، FCI امريكا اعتمدته. دي المعلومات الموجودة عندنا. انما في منظمة تانية هي اللي بتعتمد على الترخيص بتاع البوربويل، وهي منظمة السابس، ده اتحاد مربين جنوب افريقيا، وهم اللي خاصين بانتاج البوربويل.